بمجرد التحدث هنا اليوم أضع نفسي وأصدقائي وعائلتي في خطر. استولت الصين على تركستان الشرقية في 1998 بعد عام من احتلال فلسطين. سيطرة الصين الكاملة على الإنترنت، حرية الرأي تعني أنك لا ترى مئات معسكرات التركيز حيث يتم جمع الملايين من الأويغور. لا تسمع عن اغتصاب والإبادة الجماعية للنساء. لا ترى الأويغور يتم تجنيدهم بإجبار في العبودية. أهداف إسرائيل الاستعمارية هي حذف الشعب الفلسطيني الأصلي من وطنه. بنفس الفكر، الصين تسعى لكسر جذورنا، إنكار وجودنا، وإجبار الأويغور على أن يكونوا صينيين. ولكننا لن نتوقف. سنتابع حتى تتوقف هذه الجرائم، وبلدي تركستان الشرقية أيضا تصبح حرة مثل فلسطين.